كلمة الرئيس ملعب ناصر في أثناء المباراة. طلع بس عشان نشوف الناس اخواني اهالي النوبة، انا سعيد لوجودي بينكم في بلدكم لاراكم وارى هذه الروح القوية المتدفقة من كل فرد فيكم، ونحن نحتفل بهذه الأعياد، أعياد البناء والتصنيع والتشييد. أرجو في نفس الوقت أن يشعر كل فرد منكم أننا نعامل أبناء هذه الأمة معاملة واحدة مبنية على الحق والحرية والمساواة. السد العالي لن يعطي الخيرات للشمال فقط وتحرموا أنتم من هذه الخيرات، لأن خيرات السد العالي هي لأبناء الوطن جميعا. وأحب أن أقول لكم أننا ونحن نبحث السد العالي إنما نبحث ايضا في خيركم وفي مستقبلكم كما نبحث في النتائج التي ستترتب على ايها الاخوة المواطنون، ونحن نشعر أن الخير الذي سيعم على أبناء النوبة سيكون الخير الكثير، لأنه سيجمع شمل أبناء النوبة جميعا على أساس من الأسس الصحيحة لبناء مجتمع قوي سليم. وبهذا تنتفي الشكوى التي كنتم تشعرون بها طوال السنين الماضية، شكوى الانعزال ثم شكوى تفرقة العائلة الواحدة أفرادها يعملون في الشمال.
السد العالي الذي تغرق مياهه بعض اجزاء او اجزاء كبيرة من بلادكم، فاننا ننظر الى مستقبلكم ايضا لا على اساس تشتيت ابناء النوبة في كل مكان، لان لكم التاريخ الطويل التاريخ المجيد الذي تشهد عليه هذه الاثار التي سنزورها اليوم والتي عشتم بقربها الاف السنين، ولكن سنعمل ايضا على جمع شملكم جميعا كما كان هذا الشمل يجتمع في هذه المنطقة طوال السنين الماضية او على مر الاف السنين. السيد كمال حسين المشرف على الاتحاد القومي ببحث جميع مطالبكم، وستكون لجنة الاتحاد القومي هنا دائما على اتصال بالاتحاد القومي حتى يمكن ان نرى مشاكلكم دائما اولا باول، وحتى نستطيع ان نحل هذه المشاكل دائما اول باول. واننا نعتقد ان عملية التهجير او عملية النقل من هذا المكان ستكون عملية مركزة منظمة مريحة لكم جميعا لتنتقلوا من هذه القرى التي عشتم فيها الى مناطق جديدة تشعرون فيها بالسعادة وتشعرون فيها بالحرية وتشعرون فيها بالرخاء. وستكون هذه فرصة لكم للاشتراك ايضا في النهضة الصناعية التي نسير فيها اليوم، فلن يكون العمل مقتصر على الزراعة، ولكن سيكون العمل مقتصر على الزراعة والصناعة، وان شاء الله ايضا ستصرف لكم التعويضات الناتجة عن 54 و58 في اسرع وقت. اي قلق بالنسبة للمستقبل، وانا اشعر ان المستقبل سيكون باذن الله مستقبل كريم عزيز بالنسبة لكم جميعا. انفاز هذه الفرصة، وانا ارى بعض الاخوة من السودان الشقيق من حلفة لأعبر لهم عن شكري لمشاركتنا في هذه المناسبة، وليحملهم تحياتي وتحيات الجمهورية العربية المتحدة إلى الشعب السوداني الشقيق. والله يحفظكم. تفاجأ أيها المواطنون، هي كلمة السيد رئيس الجمهورية في أسماء المدن الذين تجمعوا في مدينة أبي سمبل وجاءوا من كل مكان